تحت التهديد بالسيف يغادر المسيحيون للمرة الأولى في تاريخ العراق مدينة الموصل بعد أن طالبهم تنظيم داعش بمغادرة المدينة واعتناق الإسلام أو دفع الجزية دون تحديد سقفها، مخلفين وراءهم كنائس ومنازل ومحلات وحياة ماضية في مدينة انقلبت معالمها ما أن سيطر عليها التنظيم المتطرف قبل أكثر من شهر. إحنا السكان الأصليين للموصل، إحنا من الموصل، من لب العراق نفسه. إحنا ليش كيصير معانا هذا التهجير وهذا الذبح والقتل؟ ليش؟ هاي إحنا أشقد معاناتنا، أش وقت هاي تنتهي المعاناة؟ طبعاً مو بس المسيحيين تأذوا، تأذوا الإسلام بشكل عام، همين تأذوا من هاي العصابات، لأن ليست لها مبادئ ولا قيم ولا أخلاق. المسيحيون العراقيون والسوريون والأقباط المصريون والمسلمون تظاهروا أمام البيت الأبيض لمطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل لحماية المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق والقضاء على داعش. الآن هو وقت التحرك، الآن هو وقت، إن لم تتحرك أمريكا الآن فالوقت سوف يكون ليس في صالحها وليس في صالح كل البلدان على الأرض، وخصوصا الدول الصديقة والدول المجاورة للعراق. نقف وقفة تضامنية مع إخواننا في الموصل من المسيحيين الذين هجروا ونهبت أموالهم ونهبت تراثهم وقتلت أطفالهم ونساءهم، وهم الآن ما أحوج إلينا إلى هذه الوقفة، وما أحوج إلى توحيد الصفوف وتوحيد الكلمة ضد الإرهاب. آلاف العائلات المسيحية الفارة عن طريق تل كيف والحمدانية باتجاه دهوك وأربيل في إقليم كردستان العراق تعرضت إلى السلب ونهب جميع مقتنياتها من أموال وذهب وحتى أجهزة الهاتف وملابسهم وجوازات السفر والبطاقات الشخصية. هناك عمليات إبادة جماعية ضد المسيحيين في العراق والشرق الأوسط، وإذا لم تتدخل المنظمات الدولية والدول التي لديها النفوذ والقوة في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فلن تبقى الديانة المسيحية في هذه البقعة من العالم. أريد أن أقول للحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى في العالم بأن المسيحيين السكان الأصليين في العراق والأقليات الأخرى يتعرضون إلى الإبادة والزوال، ولم يحرك أحد ساكنا حتى هذه اللحظة لإنقاذهم من عمليات القتل والترهيب والسلب والتهجير التي يمارسها عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحقهم. نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع الآن وليس غدا أو بعد أسبوع أو شهر. يذكر أن غالبية المسيحيين العراقيين ترجع أصولهم إلى مدينة الموصل التي تضم نحو 30 كنيسة يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة، حيث دفعت أعمال العنف إلى هجرة عدد كبير جدا منهم خارج البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها مسيحي العراق من منازلهم ومدنهم وسط أعمال العنف الدامية وبسبب تهديدات الجماعات المسلحة لهم، ولكنها المرة الأولى التي يشهد التاريخ على إفراغ الموصل من المسيحيين. علي شكور الحرة من أمام البيت الأبيض، واشنطن.